أنا شخصيا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الحرب من أجل تغيير معادلات الشرق الأوسط الجديد كما اسموه، يعني لا يصبح بأن تقوم دولة وتكون دولة مناكفة لكل المشاريع الخاصة بالشرق الأوسط الجديد وهي إيران، لا يسمح لها بأن تستمر في تمددها وتستمر في بناء مفاعلات نووية وربما ترسانة من صواريخ متعددة المسافات ومتعددة أيضا الرؤوس. هذا يعني غير مسموح، لكن الظرف ربما غير مناسب بالنسبة للإدارة الأمريكية الآن. أي عملية ربما تؤثر على شعبية الحزب الديمقراطي الذي يعني ربما أزاح الآن بايدن بسبب عدم استمراره بالصراع مع ترامب في التنافس على الرئاسة، ونائبته الآن في نفس الاتجاه. أي عملية ربما موسعة قد تكون نتائجها هي الفشل في حصد أصوات المواطنين الأمريكيين، لأنه الشعب الأمريكي منقسم بشكل تام في موضوع التعامل مع غزة والتعامل مع مد إسرائيل بالأسلحة. هناك رفض ربما من المتعاطفين مع القضايا العربية، هناك رفض من المتعاطفين مع حقوق الإنسان، طيب هناك رفض من قوى بالأحزاب، يعني هناك ديمقراطيون جي يرفضون هذا الأسلوب في التعامل مع بلد وشعب كامل بالقتل والتجريح والتجويع. هناك من يرى أن ضرب أهداف داخل إيران وداخل اليمن هي عملية يعني ستفضي إلى صراع أكبر، وهناك من يرى أن يعني إيران وضحت الفكرة تستحق دكتور. أن تضرب الآن لأنها لديها مشاريع خبيثة وخطيرة في المنطقة.